بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوثين رحمة للعالمين. شكرا للأستاذة سميرة لصحبتي هذه الجلسة المخصصة لعقد ندوة صحفية، وهي مناسبة لنجدد الشكر والترحاب للسادة والسيدات ممثلي رجال ممثلي الإعلام على المستوى المحلي والجهوي والوطني. فكما هو معهود على فريق العدالة والتنمية، وإيمانا منه بأهمية التواصل مع رجال الإعلام ومن خلالهم تنوير الرأي العام بمختلف القضايا التي تهمهم خاصة ذات الطابع المحلي. هذه الندوات الصحفية اللي أصبحت سنة عن الفريق كان كما أشار الأخت تتعقد بعد الدورة، لكن المستجد اليوم وهو أمر خطير أمر جلل يجب على الكل أن يقف عنده، ألا وهو إقدام رئيس مجلس جماعة فاس على إدراج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة ديال فبراير. هذه النقطة مرتبطة بمشروع اتفاقية شراكة مع بلدية تابعة للكيان الصهيوني. أما الأرض فهي أرض فلسطينية، أرض فلسطينية، فلا يمكن أن تمر هذه النقطة دون أن يقف عندها الفريق. لماذا؟ لأن نحن فريق منتخب باسم العدالة الوطنية، وحزب العدالة الوطنية مواقفه ثابتة من خلال أوراقه فيما يخص القضية الفلسطينية. وبالتالي هذا المحور، أي محور هذه الاتفاقية، ستكون هي الجزء الأول من هذه الندوة الصحفية. أما فيما يرتبط بالجزء الثاني فسنخصصه لمختلف قضايا تدبير الشأن المحلي كذلك. فكما قلت هذا مشروع الاتفاقية لا يمكن أن نسمح به أن يمر مرور الكرام. لماذا؟ لأنه يجب أن يحصل لدينا قناعة، أو أنه لدينا قناعة راسخة أن لا يمكن لمدينة، مدينة 12 القرن، مدينة فاس، مدينة علمية بارتهاب تاريخي والديني. الفاس هي المحتضنة ديال القرويين، فاس هي المنبع ديال المقاومة، فاس هي اللي خرجت منها الفكرة ديال تأسيس لجنة القدس. لا يمكن لمدينة بهذه الفمولة، فعوض لرئيس المجلس الجماعي أن يستثمر في هذا التراكم، أن يستثمر في هذه الموروثات في هذه المدينة من أجل أن يسوق المدينة بشكل جيد. ارتقى أن يرتمي في أحضان الكيان الصهيوني باتفاقيات وهمية، أقول باتفاقيات وهمية. هذه الاتفاقية للأسباب ديالها والدوافع التي أدت إليها مجهولة. تابعوا معي اليوم ونحن نتحدث عن مشروع هذه الاتفاقية، نعيش حدثا على المستوى الدولي. مدينة برشلونة الإسبانية تسابق على سحب الاتفاقية مع مدينة الكيان الصهيوني تل أبيب، فكيف لمدينة إسبانية اليوم وصلت القناعة للجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق الفلسطينيين؟ اليوم لمدينة تنتمي إلى أوروبا وصلت القناعة أن هناك ميز عنصري ضد الإنسانية في مدينة تابعة للكيان الصهيوني، تصادق في مجلسها على سحب الاتفاقية اللي كانت عندها معاه. نجيو حنا ونقولوا أن فاس ستحقق اتفاقية شراكة.
فاش كنجيو كنطلعوا على المذكره اللي كيعطي الرئيس اللي كيقدم بها الاتفاقيه. اولا وهنا نفتح قوس ونقول انه الى حدود اللحظه، الى حدود عقد هذه الصحفيه، لم نتوصل بهذه الاتفاقيه. لما نتحدث عن اتفاقيه بمعنى ان هناك اطراف متعاقده، بمعنى ان هناك التزامات للاطراف، بمعنى ان هناك مضمون واهداف لهذه الاتفاقيه. في الوقت الذي توصلنا فيه بمذكرة تقديم لهذه الاتفاقية المشبوهة لهذه الاتفاقية التي قلت المجهولة الدوافع، تتحدث عن جذور تاريخية. بالله عليكم، عن أي تاريخ يربط مدينة فاس، مدينة النضال، مدينة العلم، مدينة التاريخ، مدينة الحضارة، ببلدية أسست على أراضي مغتصبة؟ ببلدية أسست على أراضي مغتصبة، عن أي أراضي نتحدث؟ بالمناسبة لا يمكن أن نتزايد في كون أن هناك كاين جالية أو يهود مغاربة. بالمناسبة المغاربة قاطبة كاملة وحنا جزء منهم، لا إشكال لدينا مع اليهود كيفما كانت جنسيتهم. معركتنا معركة مع الكيان الصهيوني، معركة مع مغتصب الأراضي الفلسطينية. وسبحان الله، هذا الرئيس، رئيس هذه الجماعة، دائما يسبح عكس التيار. في الوقت اللي كان الأمة العربية، الأمة الإسلامية تصنع التاريخ بقطر رفقة المنتخب الوطني المغربي، ولاحظنا كيف للعبة مثل لعبة كرة القدم والانتصارات مثل انتصارات المنتخب الوطني، أن جعلت العرب والمسلمين بل الإنسانية جمعاء تلتف حول قضايا الأمة وحول القيم المشتركة ما بين الإنسانية. في تلك اللحظات ظهر علينا رئيس هذه الجماعة رفقة نائبه في هذه البلدية، يلتقط صور توقيع مع رئيسها، دائما يسبح عكس التيار. وهنا خالف القانون وخالف المقتضيات القانونية، خاصة القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية، بكونه أنه كان عليه أن يلجأ للمجلس أولا وأن يعرض عليه مشروع هذه الاتفاقية، أو أن يأخذ الإذن منه قبل أن يفتح قنوات التواصل والحوار مع ممثلي تلك البلدية تابعة للكيان الصهيوني. وهنا دائما فاش تقولوا له أودي أنت كتدبر خارج القانون، فنعي جيدا ما نقول. فقلت في لحظة إجماع الأمة عاكس فيها التاريخ. واليوم في الوقت مع الأسف الذي يذبح ويقتل أطفال فلسطين، شفنا الجرائم والمجازر الدموية اللي كيرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين وأطفال فلسطين، خاصة في جنين في هذه الأيام. ها هو رئيس مجلس جماعة فاس كيجي عاوتاني في نفس اللحظة يبرمج أو يضع ضمن جدول أعمال الدورة مشروع اتفاقية معاهد البلدية التابعة للكيان الصهيوني. حنا تنقولوا أنه رفضنا رفض مطلق وبات لمثل هذه الاتفاقيات المشبوهة. كذلك نعلن عن دعمنا للمبادرة التي أطلقتها فعاليات المجتمع المدني، بحيث أنه اليوم تم وضع بمكتب ضبط جماعة فاس بيان لفعاليات المجتمع المدني بالمدينة ترفض هذه المشاريع، هذه الاتفاقية. ساكنة فاس كذلك ترفض مثل هذه الاتفاقيات. وكذلك نعلن من هنا دعمنا المطلق والثابت للقضية الفلسطينية، وأننا مع الفلسطينيين في نضالاتهم حتى يحققوا الحرية لبلدهم ويسترجعون دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. فبعد هذه الأرضية حول هذه الاتفاقية المشبوهة، إن كان فيها نقاش أو أسئلة سنتعرض لها، إن لم يكن كذلك سنمر إلى إن شاء الله إلى المحور الثاني المرتبط بقضايا كبيرة.